التشكيل متوقع، وقلنا انه قبل المباراه يعني قلنا التشكيل ده متوقع، وبصراحه حتى في وجود تريزيجيه في وسط الملعب احنا كنا متقبلين الفكره، يعني قلنا ماشي يعني ها اهو لعيبه مع الاهلي من 7-8 سنين هيفتكرها وتمام، مش واثقين قوي من حاله تريزيجيه بعد الاصابه، بس قلنا اكيد المدرب عارف حالته دلوقتي فهيلعب. فجاه صلاح في الهجوم، مصطفى محمد يمين، فجاه تريزيجيه اللي كان متوقع وسط ملعب شمال بقى هو الوسط ملعب يمين، فجاه بدل ما تشوف حمدي فتحي رقم 8 تلاقي النني هو اللي رقم 8 وحمدي فتحي 6. ليه؟ بص خليني اقول لك ان يعني صلاح لعب في القلب عشان يقلل شويه من اوكي كده، صلاح ما بيرجعش يدافع فعشان ما يكونش مطلوب منه دور دفاعي كويس، دي الحاجه الوحيده اللي او دي الفكره في الموضوع. لكن قدام كده انا خسرت ايه؟ خسرت اولا ان صلاح يروح على الجون بوشه اللي هي كل الاجوان اللي احنا كل اسبوع بنطلع نتكلم عن صلاح فيها. انا اسف قبل ما تجيلي في دي، لا معلش معلش انا مش برضه مش بضبط في الكلام، بس ما هو انت لو انت عايز دور دفاعي من اللي هيلعب جناح تمام مش هيكون مصطفى محمد، ولا وبتلعب ليه 4-3-3؟ صح بالظبط، يعني ده ما انت برضه ما تجننيش يعني، فانت لعبت 4-3-3 عشان لو الجناح ما رجعش فانت الراجل اللي في نص الملعب ده رقم 8 بيغطي مع الباك، دي مفهومه، فانت تلعب بقى صلاح جناح يعني العب بصلاح جناح ولعب حمدي فتحي 8 ووراء اكرم توفيق، انت عايز ايه بعد كده؟ الدنيا دي اتقفلت يعني. واحنا اصلا حاجه من اهم مميزات اكرم توفيق اللي احنا بنحط في المكان ده عشانها ان هو بيكون مامن عشان يسيب صلاح الحريه. بالظبط، لو انت مش فيش حريه، لو في حد مكانه هيرجع يدافع اوريدي طب ما انت كده خسرت ناحيه كامله. صح. بقى فيها ثلاث لعيبه، الثلاثه بيلعبوا مش في مركزهم، اكرم ما كانش في مركزه اصلا، مش مركز اكرم توفيق، في العالي بيلعب نص ملعب. صح. تطور وبقى كويس في الناحيه دي، ولكن في النهايه كلنا متفقين ان اكرم ربنا يشفيه طبعا وهو في الملعب محتاج يتحسن هجوميا. هو مش باك رايت رقم 10، هي رقم يعني بيجيب 10 من 10 يعني شايبها، ونزل مكانه محمد عبد المنعم. صح. اللي هو في الاصل مدافع. طب انت ليه نزلت مدافع وانت عندك عمر كمال على الدكه؟ صح. مش مقتنع بعمر كمال كباك يمين، خدناه ليه؟ خدناه لوحده ليه؟ وقعدت تجرب ليه في كل المباريات في البطوله العربيه؟ بالظبط، وليه خدته لو انت مقتنع كمان عمر كمان موجود عشان هو يكون لاعب جوكر يديك في كذا مركز، لازم انت حد معاك موجود عشان طبيعي لما الباك اليمين يتصاب ينزل مكانه الباك اليمين احتياطي. صح. مش ينزل مدافع متسلم، انا حاسس ان محمد المنعم مش واعي للي بيحصل اولا حواليه. ما عندوش اي خبرات دوليه، ما لعبش منتخب مصر، مش جاهز للي تاني حاجه هو ما لعبش باك رايت دي قبل كده فكل حاجه مش مظبوطه. بالظبط، هو مش جاهز خالص للي بيحصل، فبقى جابها فيها احمد عبد المنعم. تريزيجيه هو اصلا مش مكانه وراجع من اصابه 8 شهور، كل اللي لعبه 65 دقيقه مع الفريق الرديف لاستون فيلا و10 دقيقه مع الفريق الاول. صح. وقدامه مصطفى محمد. فبقت الناحيه دي كلها مش موجوده. لعيبه نيجيريا اللي هي اصلا مدافعين طوال لما تلعب كره طويله محتاج حد يلتحم معاهم. صح. مفيش حد بيلتحم معاهم، صلاح اللي بيروح بوشه ما بيروحش بوشه. فبقى صلاح في 45 دقيقه كل اللي بيعمله هو بيسقط عشان الكره تتلعب بيروح مسلمها لحد بيلعب دور مروان حمدي. بس انا مع كامل الاحترام لمروان حمدي، بس انت حاطط محمد صلاح عايزه يعمل الدور بتاع مروان حمدي. صح. مصيبه مش بتاعته خالص. لا صلاح مصيبه خطورته يعني. ان هو يروح بوشه او ان انت تلعب له في ظهر الباك اللي احنا واحنا قاعدين هنا عارفين ان الباك ده عنده مشكله في التغطيه في ظهره. ما لعبتش ده، بالعكس انت اديت فرصه كمان ليه ان هو يزيد ويزيد معاه موسى سايمون ويزيد معاه قريبه كمان في الناحيه دي، فتعمل جبهات كتيره. تريزيجيه لانه مش جاهز 100% فبقى مطلوب من النني وحمدي فتحي يغطوا مساحات اكبر. ولقطه الجون اللي هي فيها غلطات مركبه من كذا حد، واحده منها كمان ما فيش حد يغطي على حدود المنطقه لان كل واحد في الناس دي بيغطي مساحه اكبر من الطبيعي يغطيها. بالتالي كان شكل المنتخب من اول دقيقه لحد اخر دقيقه كارثي جدا.